يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. إن شاء الله النهاردة كالعادة هتكون حلقة مهمة جدا، لأن عندنا أمور كتير جدا هنتكلم فيها، بالتحديد فيما يتعلق بمنتخب مصر، وده الأهم خلال الفترة دي. مساندة المنتخب بكل قوة ومساعدته إن شاء الله بإذن الله على الفوز وحصد لقب بطولة الأمم الأفريقية، وهذا الهدف الأهم والأسمى بالنسبة لكل الشعب المصري. أكيد النهاردة كمان هيكون عندنا أخبار مهمة عن النادي الأهلي، وده طبيعي جدا لأن لازم نتابع يوميا أخبار النادي الأهلي سواء في المواقع أو في الصحف، عشان نطمن كل جمهور النادي الأهلي اللي بيبقى مهتم قوي قوي أنه يعرف كل كبيرة وصغيرة عن النادي الأهلي خلال الفترة الحالية والفترات كمان المقبلة، وده شيء أكيد مهم وأساسي بالنسبة لنا. بالتالي النهاردة الحلقة هتكون مهمة قوي. كمان في النص الثاني من حلقة النهاردة هينورنا ويشرفنا في الاستوديو الأستاذ عبد المنعم فهمي، مدير تحرير مجلة الأهرام الرياضي، وهيكون كلام ايضا مهم جدا في بعض الملفات. كمان مستنين تفاعلكم معانا على قناه النادي الاهلي وصفحات قناه النادي الاهلي من خلال فيسبوك وتويتر وانستغرام، وسؤال الحلقه خاص برايك في اداء المنتخب بالامس امام غينيا، ورؤيتك للمرحله المقبله وبطوله الامم الافريقيه لمنتخب مصر. كلام هيكون كتير، اخبار كمان هتكون كتير، لكن خلينا نروح نشوف اهم العناوين. يلا بينا. الرئيس السيسي يتفقد استاد القاهرة ويتابع أعمال التطوير والتحديث. فوز مطمئن وظهور مميز لصلاح في ودية غينيا استعدادا للكان. الجيري يستقر على التشكيل ورمزي يؤكد الكأس مش هتخرج من مصر. اختبارات بدنية للاعبي الأهلي قبل العودة للتدريبات. الأهلي يرفض رحيل يوسف وقمصان من الجهاز الفني. إكرامي يبدأ التأهيل في الأهلي الأسبوع المقبل بعد جراحة ألمانيا. نبيل معلول: المنتخب التونسي سيدفع ضريبة استبعاد علولو من قائمة الكان. طيب زي ما حضراتكم تابعتوا معانا كده ابرز العناوين واخبار كتير جدا هنتكلم فيها، لكن بالتحديد عايزين نبتدي حلقتنا بمباراه مصر وغينيا بالامس. هذه المباراه الوديه الاخيره لمصر استعدادا لبطوله الامم الافريقيه، وفي الحقيقه احنا كنا معتقدين ان المباراتين سواء تنزانيا او غينيا مش هيكونوا استعداد كافي للمنتخب، لكن بعد متابعه المباراه بالامس لا، تحس ان استعداد كان كويس جدا. منتخب غينيا منتخب جيد، عمل مباراه جيده جدا جدا، واعتقد ان الجهاز الفني واللاعبين استفادوا بشكل كبير قوي من هذه المباراه، وشفنا جوانب ايجابيه كتير قوي قوي. في المقابل طبعا كان في بعض الجوانب السلبيه لكن قليله في الحقيقه. اداء جيد من منتخب مصر سواء قبل ما ينزل صلاح او بعد كمان ما نزل صلاح، بقى الاداء افضل بكتير، لكن في بوادر ومؤشرات جيده بعد مباراه امبارح بالتحديد. قبل مباراه امبارح لا، كان التشاؤم اكتر بكتير عند الشعب المصري، لكن بعد مباراه غينيا بالامس اعتقد المنتخب عمل مباراه جيده جدا، فاز بنتيجه 3-1. بعض السلبيات اللي ممكن تكون في خط الدفاع وفي نص الملعب، ان احنا ما بنخلصش الكره بسرعه وما بنبصيش الكره بسرعه، فبالتالي بتتقطع وبتد علينا بهجمه خطره جدا، والكلام ده غير مسموح بيه على الاطلاق في البطوله في مجريات المباريات في بطوله كاس الامم الافريقيه. ليه؟ لان ما فيش هزار بقى، انت داخل في بطوله انت عايز تاخدها، عايز تكسب، انت بتلعب على ارضك ووسط كمان جماهيرك الكبيره والغفيره اللي هتحضر كل مباريات منتخب مصر باذن الله لحد المباراه النهائيه. يا رب يا رب المنتخب ان شاء الله يوصل المباراه النهائيه، مش بس المباراه النهائيه لا، نفوز باللقب كمان. فبالتالي في السلبيات الصغيره دي اكيد الجهاز الفني بقياده مستر اجيري اللي بيلعب بطريقه هجوميه كويسه جدا، واحنا كانت وحشانا الطريقه دي بشكل كبير، اكيد هيحذر اللاعبين من هذه السلبيات من خلال طبعا لقطات الفيديو الخاصه بالمباريات السابقه، وكمان اكيد هيركز معاهم على نقاط الضعف ونقاط القوه في المنتخبات اللي احنا هنقابلها في الدور الاول بالتحديد كده. هناخدها ان شاء الله باذن الله مباراه مباراه، خطوه خطوه، وباذن الله باذن الله المنتخب يسعد كل المصريين. ابرز ايجابيات الامس عندك في الحقيقه مروان محسن. مروان محسن دايما كان الكلام عليه كتير جدا، الراجل جاب جون عالمي امبارح، جون حلو قوي. وبرضه عايزين نتكلم على مروان خلال تقييمه لفتره كبيره مش مباراه الامس بس، مش منطقي جدا ان انت تقيم لاعب سواء ايجابيا او سلبيا من خلال 90 دقيقه بس، لا لازم تقيمه خلال فتره.
هتيجي تقول لي الفتره اللي فاتت مروان كان بيعمل ايه؟ مروان كان ماشي بشكل جيد جدا جدا مع النادي الاهلي. مروان حتى لو ما كانش بيلعب اساسي وكان بيلعب على حساب وليد ازارو، لكن الراجل لما كان بينزل الملعب كان كنا بنحس بفرق وبنحس بمدى ايجابيته وخطورته على المرمى وعلى الفريق المنافس، سواء من صناعه اهداف، المساهمه في بعض الاهداف، في احرازه كمان بعض الاهداف بعد ما نزل في الاشواط الثانيه، الشوط الثاني بالتحديد من كل مباراه يعني. وفي بعض المباريات بداها اساسي. فبالتالي المجمل مروان عامل موسم يعتبر جيد جدا مع النادي الاهلي. مباراه الامس بالتحديد ريحت شويه الجماهير المصريه. كان في قلق بصراحه كبيره على مركزين بالتحديد، وامبارح بقوا ثلاثه، لكن قبل امبارح كانوا اثنين، المركز الهجوم ومركز الباك ليفت. بسبب طبعا كلام كتير، كان عبد الله جمعه لاعب نادي الزمالك في الحقيقه لاعب مميز واكيد كنا نتمنى ان هو يكون متواجد في منتخب مصر، وكلام كتير كان على خط الهجوم ومروان محسن وكوكا واحمد علي. في الحقيقه اللي لعبوا مروان محسن واحمد علي وادوا مباراه كويسه، فانت اطمنت من المكان ده خلاص مش هتحمل همه، وخصوصا ان في تفاهم وتجانس كبير جدا ما بيننا مروان محسن واللاعبين في ارض الملعب، سواء عبد الله السعيد اللي تالق بالمناسبه امبارح عمل مباراه جيده جدا في الحقيقه لازم نقول كده، وكمان عندك ايمن اشرف في مركز الظهير الايسر بالتحديد ادى مباراه جيده لما نزل في الشوط الثاني، محمد الشناوي كان جيد، طارق حامد لعيب لا غنى عنه في وسط ملعب منتخب مصر، الراجل بيفسد اي هجمه ممكن تيجي على المنتخب، ممكن في بعض الاخطاء ميس باس من الكلام من ده وارد جدا، مفيش مباراه هتكون من غير اخطاء خالص، لا وارد جدا طبيعي ان ممكن يغلط، لكن لعيب في نص الملعب ده اساسي قبل اي حد طارق حامد ده في الحقيقه. فبالتالي المجمل في اطمئنان نسبي بالنسبه للمنتخب، رغم ان دايما قبل بطوله امم افريقيا بيبقى في تشاؤم كبير، وبالتحديد قبل البطولات اللي احنا بنفوز بيها في الاخر بيبقى في تشاؤم كبير، علشان كده ان شاء الله باذن الله رغم التشاؤم اللي موجود المنتخب قادر جدا جدا على احراز بطوله الامم الافريقيه السنه دي، ومستني كل المسانده والدعم من الجماهير المصريه اللي هتحضر في المدرجات، ومستني كل الدعوات من كل المصريين بشكل عام، لان الدعوات دي دايما حتى لو احنا وحشين في الحقيقه بتخلي المنتخب يقدر يفوز بالبطوله، وربنا عز وجل بيستجيب لهذه الدعوات، ان شاء الله نتمنى ان هو يستجيب كمان لدعوات المصريين خلال مجريات هذه البطوله. نتفائل وباذن الله المنتخب يقدر يحقق البطوله واداء كمان جيد، ومستر اجيري بيلعب بخطه هجوميه جيده جدا، وكانت وحشانه قوي بقى لنا فتره ما كناش بنشوف المنتخب من قبل مستر اجيري، ما كناش بنشوف المنتخب بيلعب بخطه هجوميه زي دي، وتفاؤل كبير ببعض اللاعبين اللي ادوا مباريات وديه بالتحديد اخر مباريتين يعني للمنتخب اللي كان مستعد من خلال بطوله الامم الافريقيه، كان الاداء بالنسبه لهم شكل جيد جدا ومطمئن نسبيا، باذن الله باذن الله المنتخب يكون موفق. كمان الاهتمام الكبير بالبطوله بشكل عام، اهتمام الدوله، ولما تيجي من اعلى راس في الدوله سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامه بكل كبيره وصغيره بخصوص تنظيم مصر لبطوله الامم الافريقيه. شفنا قبل كده اجتماعه مع اللاعبين وزيارته للاعبين، وكلامه وحديثه معاهم كان حديث بشانه رفع الروح المعنويه بشكل كبير قوي 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 عند اللاعبين. امبارح كمان سياده الرئيس كان متواجد في استاد القاهره الدولي، اللي احنا من خلال الصور دي شايفين استاد عظيم قوي، شايفين استاد بصراحه معمول بشكل كويس قوي، المدرجات حلوه جدا، الملعب من الصور اللي احنا شايفينها ملعب كويس قوي، كمان المظهر اعتقد هيبقى رائع في بطوله الامم الافريقيه. كون ان سياده الرئيس بيتابع بنفسه كل حاجه بتخص بطوله الامم الافريقيه، وبالتحديد كمان استاد القاهره، وشاف كل كبيره وصغيره وطمن بنفسه من خلال تواجده امبارح بالليل في الاستاد، دي حاجه كويسه جدا، وبتعكس مدى اهتمام الدوله بشكل كبير بهذه البطوله، بشكل كبير جدا كمان مش كبير بس، وده شيء جيد في الحقيقه، ولما تلاقي الدوله بتهتم بالبطوله دي يبقى مش معناها ان هي هتهتم بالبطوله دي بس، لا هي هتهتم بالرياضه بشكل عام خلال الفتره الجايه حتى فيما بعد بطوله الامم الافريقيه، لان الرياضه بالتحديد مجال مهم قوي قوي بالنسبه لكل الشعب المصري، سواء اللي بيشتغلوا فيه او حتى اللي بيترفهوا من خلال الفرجه على الاحداث الرياضيه بشكل عام مش كره القدم بس. ففي الحقيقه زياره كانت مهمه جدا، واللاعبين كمان لما يشوفوا الرئيس بخلاف زيارته ليهم ويشوفوه هو بيتابع كل حاجه بتخص المنتخب وكل حاجه بتخص التنظيم هيكون عندهم اصرار اكبر زياده اللي هو اصلا موجود عندهم اكيد، وهيكون عندهم حماس اكبر لاسعاد المصريين ان شاء الله في بطوله الامم الافريقيه بشكل عام. ان شاء الله
باذن الله. انا عن نفسي متفائل بصراحه، وان شاء الله المنتخب بيفوز ببطوله الامم الافريقيه للمره الثامنه في تاريخه، عشان يبقى انجاز كبير جدا. احنا اكتر منتخب حصد هذا اللقب، باذن الله نستمر في هذه الصداره ونزيد كمان من خلال البطوله بتاعت السنه دي، وباذن الله المنتخب يحققها ان شاء الله. ده فيما يخص المنتخب وزياره الرئيس، وبالتحديد مباراه كمان الامس امام غينيا. بكره ان شاء الله هيكون في حدث مهم جدا في النادي الاهلي، وهي بطوله كاس العالم للايتام، بطوله ساتوك، ودي بطوله مهمه جدا هيستضيفها النادي الاهلي في النسخه الرابعه لهذه البطوله في الصاله المغطاه بالنادي الاهلي. البطوله جت بعد استضافه النادي الاهلي لهذه النسخه عقب البروتوكول الذي تم توقيعه بين شيخ الثاني رئيس اللجنه العليا لكاس ساتوك العالمي وصاحبه فكره كاس العالم للايتام مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، للتعاون بين الطرفين بما يحقق فوائد الأطفال الأيتام بالتحديد بصراحة، جانب إنساني مهم جدا. ومشاركة النادي الأهلي مش بس في الجوانب الأخرى اللي بتفيد النادي الأهلي، لا، الجوانب الإنسانية أكيد مهمة جدا، ودي أحد الملفات المهمة جدا على طاولة مجلس إدارة النادي الأهلي وكل المتواجدين في النادي الأهلي المسؤولين بشكل عام، يعني الجانب مهم جدا. وعدد الأطفال اللي هيشاركوا في البطولة دي هيكون 200 طفل بحضور نجوم العالميين نونو جوميز، طبعا كلنا فاكرين نجم منتخب البرتغال ونجم نجوم ميلان، اعتقد لاعب في ميلان، لاعب في بنفيكا، وكان لعيب كبير جدا نونو جوميز، ومانيش كمان نجم منتخب البرتغال، دول هيكونوا متواجدين ان شاء الله بكره، ودي اكيد مناسبه مهمه جدا جدا بالنسبه للاطفال. النادي الاهلي رحب باستضافه النسخه الرابعه من فعاليات دوري ساتوك للايتام لقيامه بدوره المجتمعي، بالاضافه لرؤيه مسؤولي الاهلي الى ان هذا الفكره كانت نبيله جدا ومهمه جدا تنصب في مصلحه الاطفال. خلينا اقول لكم ان الحفل بكره هيبتدي الساعه 3، حفل افتتاح هذه البطوله في الصاله المغطاه بالنادي الاهلي، وكمان مباراة هتكون استعراضية لسفراء ساتوك هتكون الساعة 4 عصرا، كمان التصفيات هتكون الساعة 7، المباريات نفسها هتتلعب الساعة 7، تسليم الجوائز هيكون بعديها كمان، ومؤتمر الصحفي الخاص بهذه البطولة كمان هيكون في تمام الساعة 8:30 مساء، وكلمات الشيخة والخطيب والسفراء هتكون في تمام الساعة 9 مساء. هيكون يوم مهم جدا في النادي الأهلي مقره بالجزيرة إن شاء الله، بإذن الله هيكون يوم مهم، وأكيد هنغطي لكم كل هذا أو كل ما يخص هذا الحدث بالتحديد من خلال تواجد كاميرات قناة الأهلي غدا إن شاء الله في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. طيب يلا نروح نشوف إيه اللي اتكتب عن النادي الأهلي في الصحف النهاردة، يلا بينا. الأخبار، سفير الأمم الأفريقية تكريم جديد للخطيب، الأهلي يعسكر في إسبانيا أول يوليو ولا سارتي يعود للتدريبات. الأخبار المسائي، كان تحت منظار الأهلي لا سارتي يحدد طلباته من المعسكر الأوروبي. المساء، أربع مباريات ودية للأهلي في معسكر إسبانيا، الفريق يستأنف تدريباته السبت، محمد نجيب مطلوب في الجونة وطنطا. الشروق، الأهلي يرفض رحيل يوسف وقمصان من الجهاز الفني. الجمهورية، الأهلي يختبر لاعبيه بدنيا قبل العودة للتدريبات. أخبار الرياضة، الأهلي يلعب الدوري ويبحث عن حقوقه من الجبلية. اليوم السابع، حجازي يحدد شروط العودة للأهلي في الصيف، شريف إكرامي يبدأ التأهيل في التتش الأسبوع المقبل، والأحمر يتابع تطورات صفقة كولوبالي مع النجم. أخبار الرياضة، علي معلول، جمهور الأهلي أخرجني من الاكتئاب وابتعادي عن جسور قرطاج ليس فنيا. طيب اخبار كتير كالعاده بتتكتب عن النادي الاهلي كل يوم في الصحف، ده شيء اكيد طبيعي جدا. خلينا نبتدي بالاخبار، جريده الاخبار واللي بتقول ان سفير الامم الافريقيه ده تكريم جديد للكابتن محمود الخطيب، واحنا عارفين بالتحديد اول امس
تم إعلان كابتن محمود الخطيب كسفير لبطولة الأمم الأفريقية 2019، وتم دعوته من قبل الكاف لحضور المباراة الافتتاحية وكمان المباراة الختامية، وده في حد ذاته يعني شرف كبير جدا سواء للكابتن محمود الخطيب أو للنادي الأهلي بما أن أحد أبنائه نال هذا الشرف، فبالتالي ده خبر كان مهم واتكلمنا فيه امبارح. بالنسبة بقى لمعسكر النادي الأهلي في أسبانيا، وده اللي مكتوب فيه جريدة الأخبار، المعسكر ان شاء الله هيبتدي يوم 2 يوليو، وده هيكون بعد فتره تحضيريه في البدايه بالنسبه للنادي الاهلي في استاد مختار الكتشي. وزي ما مكتوب كده في الاخبار لاسارتي هيعود للتدريب، ومستر لاسارتي زي ما احنا عارفين كان في اجازه في اوروجواي، وخلال ايام قليله جدا هيعود للقاهره علشان يبتدي التحضير لاولى تدريبات النادي الاهلي اللي هتكون امتى؟ هتكون يوم السبت المقبل ان شاء الله، هتكون اول او هيكون اول يوم للنادي الاهلي يستعد من خلاله للموسم الجديد والقديم، لسه هنشوف يعني الجزئية دي بالتحديد وهنتكلم عليها في خبر لاحق. الأخبار المسائي كان تحت منظار الأهلي بيلمحوا الايه؟ بيلمحوا ان النادي الأهلي هيراقب بعض اللاعبين في بطولة الأمم الأفريقية بمصر، وممكن ان هو يسعى من خلال هذه البطولة للتعاقد مع احد اللاعبين اللي ممكن ينالوا رضا الجهاز الفني بقيادة مستر مارتين لاسارتي. فبالتالي ايضا ممكن ان يكون نادي الاهلي يحط عينه على بعض اللاعبين، رغم ان 99 تقريبا في المية من الموجودين في بطولة الامم الافريقية محترفين في اوروبا، يعني هو ممكن يكون يعني اجتهاد شوية من الاخبار المسائية، لكن نادي الاهلي محدد طلباته بشكل واضح جدا، واحنا بنقول لحضراتكم الكلام ده، النادي الاهلي عارف احتياجاته ايه، عارف اهدافه اللي هيسعى للتعاقد معاها خلال فترة الانتقالات الصيفية هتكون مين، ومين الاسماء اللي هو هيتفاوض معاهم، ومين الاسماء اللي هو خلاص ابتدى تفاوض معاهم، وامتى هيتم حسم هذه الامور دي كلها، امور خاصه بالنادي الاهلي واداره النادي الاهلي والمسؤولين في النادي. فبالتالي مش بس النادي الاهلي مستني البطوله، لا خالص، يعني ممكن يتم مراقبه بعض اللاعبين، وارد يعني شيء وارد، لكن في نفس الوقت النادي الاهلي عارف هو هيتفاوض مع مين، وحاطط كمان بديل في حاله لا قدر الله فشل المفاوضات، والدنيا متسيستمه جدا وماشيه بشكل منظم جدا جدا في النادي الاهلي، زي ما كلكم كجمهور للنادي متعود دايما من النادي الاهلي. طلبات المعسكر لمستر لاسارتي واللي بتكمن في المباريات الوديه، وبتكمن كمان في قرب ملعب التدريبات من فندق الاقامه، ودي احد الشروط المهمه جدا للنادي الاهلي في المعسكر في اسبانيا، ليه؟ عشان يتجنب الفريق اي أمور مرورية، يستغل عامل الوقت بشكل كافي، ما يكونش فيه إرهاق على اللاعبين والتنقل من مقر الإقامة لملعب التدريبات، ودي كلها أمور طبيعية، وعشان يكون المناخ كله ملائم جدا لتركيز كبير من اللاعبين في فترة الإعداد، وفي تركيز كمان كبير جدا من اللاعبين في استقبال الأمور الخططية والفنية الخاصة بمستر لاسارتي وجهازه المعاون، عشان إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يقدر يطبقها مع بداية الموسم الجديد. المسا بتتكلم على ان مستر مارتين لاسارتي طبعا بيتكلموا برضو في ما يخص المباريات الودية، واربع مباريات ودية للاهلي في معسكر اسبانيا، وده بناء على طلبات مستر مارتين لاسارتي، يعني ده متن الخبر، والفريق هيستأنف تدريباته يوم السبت زي ما قلنا لحضراتكم، ومحمد نجيب مطلوب في الجونة وطنطا. الجزء الاول خبر حجازي بالتحديد، وانا قلت لحضراتكم قبل كده احمد حجازي هدفه الاول استكمال رحلة الاحتراف الأوروبي، ده الهدف الأول والأساسي عند أحمد حجازي دلوقتي في اللحظة اللي أنا بكلم حضراتكم فيها. في نفس الوقت لو أحمد حجازي لقى إن مسيرته الأوروبية مش هتكون بالشكل اللي هو بيرغب فيه، هيكون في تفكير في عودته للنادي الأهلي من أحمد حجازي. الأهلي أكيد نفسه إن لعيب زي أحمد حجازي، مش أحمد حجازي بس، نفسه في أي لعيب كواليتي عالي جدا يكون موجود، ده الطبيعي بتاع النادي الأهلي واللي بنشوفه دايما من النادي الأهلي. فبالتالي احمد حجازي لو ما جالوش عرض جيد من البريمير ليج، لو مسيرته مع ويست بروميتش البيون اللي بيلعب في الشامبيونشيب واللي فشل في الصعود للبريمير ليج ما كانتش بالشكل ده، وعلى حسب رغباته اللي هو نفسه وطموحاته اللي نفسه يحققها في اوروبا، ممكن يفكر ساعتها ان هو يرجع للنادي الاهلي، وهيكون اختياره الوحيد في مصر هو النادي الاهلي، ده موضوع مؤكد بالنسبه لاحمد حجازي، مؤكد. واحنا بنقول لحضراتكم هنا معلومه مش استنتاج او كلام وخلاص، لا احنا بنقول لحضراتكم معلومه، في حاله عوده احمد حجازي لمصر هيكون اختياره الوحيد الانضمام للنادي الاهلي، ده بعد ما يشوف اموره في اوروبا الاول هتكون ماشيه ازاي، لان يقال ان احمد حجازي جاي له عرض من ويست هام في الدوري الانجليزي الممتاز، فريق كبير جدا في انجلترا،
ما بيحققش بطولات كتير، بس فريق دايما ليه تاريخ اولا كبير جدا، وليه مباريات كبيره جدا مع كل الفرق في انجلترا، وليه جمهور كمان مميز. في الحقيقه كل الفرق في انجلترا ليها جمهور، حتى بتوع الشامبيونشيب ليهم جمهور. احنا في الدوري المصري هنا عندنا خمس فرق بالكتير قوي اللي تلاقي عندهم جماهير يعني، فيما عدا ذلك لا. فالامر متروك لاحمد حجازي وهنشوف الامور هتمشي ازاي، بس احنا عايزينه يركز كل التركيز في بطوله الامم الافريقيه ان شاء الله، عشان يساهم مع زملائه في اسعاد المصريين ان شاء الله من خلال هذا اللقاء. بالنسبه لشريف اكرامي بنفس الجريده، اليوم السابع بيبدا التاهيل في التتش الاسبوع المقبل، واحنا عارفين ان شريف كان عنده جراحه كده خفيفه في المانيا بيعملها، وخاصه بازاله بعض العظام الزائده بالركبه، والراجل يعني جراحه بسيطه جدا، وخلال ايام قليله ممكن يكون متواجد في تدريبات النادي الاهلي. فيما يتعلق بصفقه سليماني كولوبالي مع النجم الساحلي، واحنا عارفين ان هو انضم، ده لاعب النادي الاهلي الهارب من سنه ونص تقريبا لو تفتكروا، او سنتين، وانضم مؤخرا لنادي النجم الساحلي، وعارفين ان في قضيه رفعها النادي الاهلي وكسبها كمان، فبالتالي النادي الاهلي بيتابع الامور هتمشي ازاي. الصفقه تقريبا اتحسمت خلاص في النجم الساحلي، واللاعب موجود، وتقريبا بعد ما نزل اول تدريب جاله رباط صليبي. مفيش شماته طبعا على حاجه في الحاجات دي، لكن الراجل النوايا بتأثر على مسيرة أشخاص كتير جدا بشكل عام في كل المجالات، يعني مش في الكرة بس. في مهلة كمان لغاية يوم 24 يوليو الجاي عشان النادي الأهلي يسترد المساحقات أو ياخد المساحقات اللي أقرها الفيفا، 1,450,000 دولار، دي مساحقات النادي الأهلي لدى سليماني كولوبالي. مش سليف، سليف ده اللي كان عندنا وراجل محترم قوي، اللي هو كان المدافع المالي واللي مشي مؤخرا من النادي الأهلي. سليماني كولوبالي هو اللاعب الهارب من النادي الاهلي. طيب اخبار الرياضه وتصريح مهم جدا على لسان علي معلول، على حسب طبعا جريده اخبار او مجله اخبار الرياضه اللي هي كتبته، هو خاص بان علي معلول بيقول ان جمهور الاهلي اخرجه من حاله الاكتئاب وابعادي من نصور قرطاج ليس فنيا. وفي الحقيقه بعد خروج علي معلول دي كانت مفاجاه كبيره جدا ان اللاعب ده يخرج من قائمه منتخب تونس لبطوله الامم الافريقيه، كانت مفاجاه لكل جمهور النادي الاهلي بشكل عام. محدش كان يتوقع ان علي معلول يخرج، لكن الايجابيات من خروج علي معلول ان احنا شفنا حاله من الحب الرهيب ما بين جمهور النادي الاهلي وعلي معلول، وبانت في الموقف ده وبان جدا مسانده جمهور النادي الاهلي لعلي معلول بالمظهر اللي احنا شفناه، والكلام الكتير جدا اللي اتكتب من كل جمهور النادي الاهلي ومؤازره ودعم اللاعب بشكل كبير. هي كانت مفاجاه في الحقيقه، لكن في نفس الوقت علي معلول على حسب تصريحاته بيقول ان الاستبعاد ما كانش فني، وطبيعي جدا ان الاستبعاد ما يكونش فني. اي حد عنده علي معلول رقم واحد بيتحط في المنتخب. ممكن الاستبعاد يكون بناء على مشكلات اخرى علي معلول مش عايز يتكلم فيها على حسب الخبر، عشان ما يثيرش اي ازمات لمنتخب تونس قبل بطوله مهمه زي بطوله الامم الافريقيه، والراجل بيتكلم من حسه ودوره الوطني بشكل طبيعي جدا. لكن الايجابيات برضو بالنسبه للنادي الاهلي ان اللاعب هياخد قسط من الراحه الكافيه عشان يستعد استعداد قوي مع النادي الاهلي الموسم الجديد، وعلي معلول من اللاعبين اللي لعبوا مباريات كتير قوي مع النادي الاهلي الموسم ده، وكمان راحته هتكون مهمه جدا في صالح النادي الاهلي عشان ان شاء الله يسترد عافيته بشكل اكبر ويكون لائق للمشاركه في موسم قوي جدا مع النادي الاهلي الموسم اللي جاي ان شاء الله. طيب دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، ايه بقى اللي اتكتب على النادي الاهلي في المواقع؟ خلينا نروح نشوف. اليوم السابع، إكرامي يبدأ التأهيل في الأهلي الأسبوع المقبل بعد جراحة ألمانيا. الوطن سبورت، نبيل معلول، استبعاد ظهير أيسر الأهلي من قائمة تونس بأمم أفريقيا صادم. الفجر الرياضي، نجم الأهلي معروض على الدوري الإيطالي. سوبر كورة، الأهلي علي معلول ليس للبيع. فيتو، اتجاه داخل الاهلي لتجديد الاعارات باستثناء هذا الثنائي. يورو سبورت عربيه، ست اسباب تقرب مهاجم سموحه من الاهلي. بوابه الوفد، طاهر محمد يقترب من الانضمام للاهلي. الموقع الرسمي للنادي الاهلي المصري، روح الفانيلا الحمراء سلاح اليد بالموسم الجديد. الأخبار عن علي معلول في الحقيقة كتير قوي،
مش عارف ليه، مع ان الموضوع بقاله كام يوم يعني خلصان، وعلي معلول مش موجود في قائمه المنتخب، لكن الكلام كتير كمان على معلول بخصوص العروض وامكانيه بقائه في النادي الاهلي او رحيله على النادي الاهلي، وانا هقول لكم حقيقه الكلام ده مع توالي كل خبر قدامنا من اخبار النادي الاهلي في المواقع. خلينا نبتدي باليوم السابع واللي هي اتكلمت على شريف اكرامي، واحنا خلاص اتكلمنا في موضوع شريف اكرامي واللاعب متواجد مع النادي الاهلي خلال الفتره الجايه بعد اجراءه جراحه في الركبه لازاله بعض العظام الزائده في ركبه شريف اكرامي. لعيب مهم قوي في الحقيقه شريف اكرامي، نتمنى له كل التوفيق مع النادي الاهلي خلال الفتره الجايه، واحد ابرز اللاعبين اصحاب القدرات الفنيه واصحاب الخبرات الكبيره شريف اكرامي. تواجده في صفوف النادي الاهلي شيء مهم قوي قوي قوي، وليه دور مؤثر حتى لو ما بيلعبش ككابتن من كباتن فريق النادي الاهلي، دور مؤثر جدا مع النادي خلال الفترات السابقه والفترات كمان اللي جايه بالنسبه لشريف اكرامي. الوطن سبورت تصريح بقى للكابتن الكبير جدا كابتن نبيل معلول مدرب منتخب التونسي الاسبق، واللي قال استبعاد ظهير ايسر الاهلي من قائمه تونس بامم افريقيا صادم، وهو من المدربين الكبار ومن المحللين الكبار جدا كابتن نبيل معلول، وهو شايف ان استبعاد علي معلول من بطوله الامم الافريقيه هياتي بالسلب من الجانب الفني لمنتخب تونس في بطوله الامم الافريقيه. واستشهد بكده في ايه؟ استشهد ببطوله 2017، بطوله الامم الافريقيه 2017 بالجابون، وقال ان احنا كنا بنلاعب بوركينا فاسو كمنتخب تونس في الدور الثمانيه في ربع النهائي وخسرنا 2-0 هذه المباراه، رغم ان احنا كنا بادئين بطوله قويه جدا، والبدايه او بدايه البطوله بالنسبه لهم كانت بمشاركه علي معلول، والراجل تالق بشكل كبير جدا، وجه المدرب في هذا التوقيت قعد علي معلول في مباراه بوركينا في دور الثمانيه، وبالتالي منتخب التونسي خسر 8-0. فهو هنا بيلفت نظر الجماهير ان مدى اهميه علي معلول الفنيه مع المنتخب التونسي، وشايف ان دي هتكون خساره كبيره جدا. وقال كمان ان ما اعتقدش ان استبعاد علي معلول ليه علاقه بالجانب الفني او بامكانيات علي معلول، ما فيش حد يختلف على علي معلول وعلى حد تعبيره، هو قال افضل ظهير ايسر في افريقيا هو علي معلول، لكن هو شايف ان ممكن يكون في اسباب تانية اخرى هم مش عارفينها حتى الان بخصوص استبعاد علي معلول، واعتقد الاسباب دي هتبان بعد ما بطوله الامم الافريقيه تخلص بالنسبه للمنتخب التونسي الشقيق. لسه مع علي معلول والفجر الرياضي بتقول ايه؟ بتقول ان نجم الاهلي معروض على الدوري الايطالي، قصدهم بنجم الاهلي مين؟ قصدهم بعلي معلول، وقالوا ان في احد الوكلاء عرضوا على اللاعب عرض من نادي بارما الايطالي، طبعا نادي شهير جدا كان بقاله فتره في الدرجه الثانيه في ايطاليا، لكن عاد مؤخرا من سنه او اثنين بالكثير للكالتشيو الايطالي، فبالتالي علي معلول موضوع بالنسبه له هيكون صعب قوي، ومش ما اعتقدش ان طموح علي معلول ان هو يروح نادي بارما، نادي يعني بينافس على البقاء دايما في بطوله الدوري بخلاف تاريخه الكبير اللي كلنا عارفينه طبعا، لكن احنا بنتكلم على الفتره دي، فبالتالي ده عرض ممكن يكون قدم للاعب، لكن مفيش حاجه رسميه جات للنادي الاهلي بخصوص علي معلول. على الجانب الاخر هروح للخبر اللي بعده عشان اعلق بقى فيما يخص النادي الاهلي بخصوص علي معلول، وهو الخاص بسوبر كوره، وان الاهلي بيقول ان علي معلول ليس للبيع. طبعا علي معلول مش للبيع، عندك افضل ظهير ايسر في بطوله الامم الافريقيه، الخبر ده بيرد على الخبر اللي قبليه على طول، افضل ظهير ايسر في بطوله الامم الافريقيه هو علي معلول، افضل لاعب في السنوات الاخيره في هذا المركز مع سيد معوض ومع جيلبرتو ومع عبد الوهاب الله يرحمه هو علي معلول، هو امتداد لهؤلاء اللاعبين، صعب جدا ان النادي الاهلي يستغنى عن علي معلول، والقرار شبه حسم بالنسبة للمسؤولين في النادي الأهلي إن لا تفكير إطلاقا في الاستغناء عن علي معلول وانتقاله من صفوف النادي الأهلي، فإحنا بنحسم لكم الأمر، واللاعب متواجد مع النادي الأهلي في الموسم الجديد، والرغبة متبادلة ما بين النادي الأهلي وما بين علي معلول، لاعب حابب قوي قوي إن هو يكون متواجد في النادي الأهلي، بنشوف روحه العالية جدا بالنسبة له في بطولة في الملعب في أي مباراة بيشارك فيها مع النادي الأهلي، وبنشوف تألقه بشكل كبير قوي، فالرغبة متبادلة وده شيء مهم جدا، المهم قوي إن يكون الرغبة عندك أنت كلاعب وعند النادي كمان إنك تكون موجود وتستمر في مسيرتك الرائعة مع النادي الاهلي، وده ما يمنعش ان احنا عندنا لاعبين في هذا المركز زي محمود وحيد، ده لاعب مميز جدا، عندك ايمن اشرف لاعب مميز جدا، عندك كمان حسين السيد رجع لك في هذا المركز لاعب مميز جدا، فبالتالي المركز ده ما فيهوش اي نقاش بالنسبه للمسؤولين في النادي الاهلي بالتحديد فيما يخص الاستغناءات، وارد ان حد فيهم يخرج وارد بخلاف علي معلول بخلاف محمود وحيد، بس لسه الامور هتحسم خلال الفتره اللي جايه بخصوص هذا المركز بالتحديد، لكن مركز مطمئن بوجود هؤلاء اللاعبين طبعا الرائعين جدا في صفوف النادي الاهلي. فيتو اتجاه داخل الاهلي لتجديد الاعارات باستثناء هذا الثنائي، الثنائي قصدهم مين؟ قصدهم احمد حمدي
ومحمود الجزار لاعبي نادي الجونه المعارض من النادي الاهلي. الموسم عندهم لسه اصلا ما خلص، الموسم عندهم هيخلص مع مباراه الزمالك بعد بطوله الامم الافريقيه. لكن في اعجاب، في اعجاب من مستر لاسارتي باحمد حمدي ومحمود الجزار. اكرم توفيق، احمد ياسر ريان ممكن يكون الاتجاه عند النادي الاهلي في اكسابهم المزيد من الخبرات في المشاركه بشكل اساسي مع نادي الجونه في بطوله الدوري. برضو الامور الخاصه وملف الاعارات بالتحديد لسه ما اتحسمش بشكل كبير. النادي الاهلي خلاص بعد اخر مباراه لكل اللاعبين المعارين ليهم في بطوله الدوري هيعودوا مباشره للنادي الاهلي عشان ينضموا للتدريبات وبعد كده يتم تحديد مصيرهم. الاثنين لعيبه بس اللي ما ينفعش يرجعوا النادي الاهلي بعد انتهاء الاعاره، او لسه الاعاره بتاعتهم ما خلصتش، بالتحديد كريم يحيى مدافع سموحه المعار من النادي الاهلي، وايضا عمرو بركات لاعب خط الوسط المعار للنادي الاهلي لسموحه ايضا. دول ما لهمش خالص ان هم يرجعوا النادي الاهلي بعد هذا الموسم، لسه عندهم موسم كمان، هم لعبوا 6 شهور، سنه ونص، خلصوا 6 شهور، بس لهم سنه مع سموحه وبعد كده يرجعوا مباشره للنادي الاهلي ويتم تحديد مصيرهم والامور هتبقى ماشيه ازاي. ده طبقا للظروف في هذا التوقيت، يعني لسه مش عارفين بكره الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. ده بخصوص ملف الاعارات. ملف الصفقات وهنفضل نتكلم كل يوم ولازم طبيعي، احنا اتكلمنا في الامور دي على مدار الحلقات اللي فاتت بشكل كبير وبشكل مفصل، لكن دورنا وواجبنا كبرنامج مهتم بالاخبار الخاصه بالنادي الاهلي في الصحف والمواقع ان احنا ننقل لكم كل حاجه بتتقال في الصحف والمواقع، وكمان نعلق لكم عليها بالمعلومات الموجوده عندنا من النادي الاهلي، لان زي ما حضراتكم عارفين احنا ما بنقولش اي حاجه غير لما تكون رسمي عن النادي الاهلي. بالتالي ده تعليقي قبل ما اقرا الخبر الخاص بيورو سبورت العربيه واللي بتقول ان 6 اسباب تقرب مهاجم سموحه من الانضمام للنادي الاهلي. المهاجم مين؟ حسام حسن لاعب سموحه. وارد ان يكون في اعجاب بقدرات هذا اللاعب، وهو في الحقيقه لاعب مميز جدا. ال6 اسباب من وجهه نظر يورو سبورت عربيه بتتمثل في ايه؟ تتمثل بتمسك لاسارتي بانضمام مهاجم جديد تحسبا لرحيل احد مهاجمين، ده السبب الثاني، رحيل احد المهاجمين الموجودين. هم كاتبين بصراحه كده، كاتبين وليد ازارو ممكن يكون في اتجاه لرحيله، وانا باكد لكم ان لغايه دلوقتي مفيش اتجاه خالص لرحيل وليد ازارو. ممكن ايه اللي هيحصل بعد كده هنعرف، لكن احنا بنتكلم في اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي، في تمسك من النادي الاهلي بتواجد وليد ازارو. دي من ضمن الاسباب اللي هم كاتبينها، يعني كاتبين كمان رغبه اللاعب، واللاعب اكيد عنده الرغبه في الانضمام للنادي الاهلي. كمان بيلفتوا النظر للعلاقه الجيده ما بين ادارتي الاهلي وسموحه، وده حقيقي العلاقه كويسه جدا ما بين الادارتين، واللاعب نفسه ده السبب الاخير والرقم 6 ان اللاعب نفسه ينضم لمنتخب مصر، فشايف ان بوابه النادي الاهلي وتعلقه في النادي الاهلي بشكل طبيعي جدا بدوره هيخليه مهاجم منتخب مصر. طموحات موجوده عند اللاعب، رغبه موجوده عند النادي الاهلي، مش هنعلق عليها غير لما حاجه تطلع بشكل رسمي من النادي الاهلي، لكن لحد دلوقتي مفيش عروض رسميه راحت لسموحه، ده اللي احنا بناكد لكم عليه. ممكن يكون اللاعب في الليست اللي النادي الاهلي حاططها من اللاعبين اللي ينضموا، وارد، لكن التعليق الرسمي لما النادي الاهلي يقرر بشكل نهائي التعاقد مع اللاعب اكيد اول الناس هتقول لكم هنا قناه النادي الاهلي بشيء مؤكد. يعني نروح لبوابه الوفد، نفس الموضوع، طاهر محمد يقترب من الانضمام للاهلي. لعيب كويس قوي طاهر محمد، وده رأي الفنيين مش رأيي أنا، رأي الفنيين في كرة القدم، وبالتحديد الكلام بيخرج خلال الساعات دي على طاهر محمد طاهر وانضمامه للنادي الأهلي، لأن في اهتمام من النادي الأهلي بانضمام طاهر محمد طاهر. حقيقي في اهتمام من النادي الأهلي. في المقابل نادي المقاولين العرب النهارده الصبح تقريبا أعلن إن اللاعب خلاص معروض للبيع، وإن ما عندوش أي مانع من الاستغناء عن طاهر محمد طاهر، بس الأعلى سعر. يعني العرض الاعلى اللي هيجي للمقاولين العرب هم هيوافقوا عليه، ده كلام مين؟ كلام نادي المقاولون العرب. لكن في جزئيه مهمه لازم تاخدوا بالكم منها، قبل الاعلى سعر رغبه اللاعب هي الاهم. ممكن يجي لك عرض من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، بس يبقى رغبتك الاولى ان انت تنضم للنادي الفلاني، ان انت تنضم مثلا للنادي الاهلي، ممكن تكون دي رغبتك الاولى رغم ان يجي لك عرض اعلى بكتير من احدى الفرق الاخرى او احدى الانديه الاخرى. فالرغبه اكيد شيء اساسي بالنسبه للاعبين، واعتقد ومتاكد، مش اعتقد، متاكد ان رغبه طاهر محمد طاهر هي الانضمام للنادي الاهلي. الايام المقبله هنشوف الموضوع ده هيخلص على ايه، وهنتابع مع حضراتكم اول باول. طيب كده خلصنا اخبار النادي الاهلي في المواقع، نروح بقى لاهم الاخبار المحليه وكمان اهم الاخبار العالميه. يلا بينا.
اليوم السابع، السيسي يتفقد استاد القاهرة ويطلع على أعمال التطوير والتحديث. اليوم السابع، المنتخب يختتم معسكر الإسكندرية اليوم استعدادا لأمم أفريقيا. يلا كورة، أجري الأخطاء طبيعية في كرة القدم، ومواجهتي تنزانيا وغينيا كافيتين لكأس الأمم. الشروق، أجري استقريت على التشكيل الأساسي. البوابة سبورت، أجري يدرس منافسي الفراعنة في الكان والتدريب على السلبيات خطة اللحظات الأخيرة. الوطن سبورت، محاضرة بالفيديو للاعبي المنتخب لشرح أخطاء ودية غينيا. الفجر الرياضي، مدرب المنتخب يفجرها، كأس الأمم الأفريقية لن تخرج من مصر. في الجول، سلجادو نطمئن المصريين سنقاتل. سوبر كورة، عماد متعب مروان محسن في التشكيل الأساسي لمنتخب الفراعنة بأمم أفريقيا. فيتو، كردي ينضم للجنة الانضباط لبطولة كأس الأمم الأفريقية. طيب، أخبار محلية كتير، ومحلي بالنسبة لنا دلوقتي الأهم هو بطولة كأس الأمم الأفريقية. هي مش بطولة محلية طبعا، هي بطولة دولية، لكن أخبار كلها بتتعلق بمنتخب مصر، منتخبنا الوطني، واللي هنفضل نتابع أخباره عن كثب خلال الفترة الجاية علشان نشوف كل ما يتعلق بالمنتخب ونطمن عليه أول بأول. خلينا نبتدي باليوم السابع، ولقيت ان المنتخب يختتم معسكر الاسكندريه اليوم استعدادا لامم افريقيا، واحنا عارفين المنتخب خاض وديتين سواء امام تنزانيا او كمان امام غينيا، والوديتين اعتقد جم بشكل ايجابي جدا بالنسبه للجهاز الفني لمنتخب مصر. فبالتالي النهارده المنتخب اتحرك من برج العرب ووصل للقاهره في تمام الساعه الواحده ظهرا، وبعدين اللاعبين خدوا قسط من الراحه، يعني ادوا لهم المنتخب او جهاز المنتخب ادى للاعبين راحه ان هم يروحوا يزوروا اسرهم، وعلى ان يعودوا الانضمام لمعسكر المنتخب مساء اليوم. النهارده بالليل هيكونوا متواجدين في مقر الاقامه الخاص بمنتخب مصر بمدينه القاهره، ويبقى خلاص بقى استعداد نهائي جدا جدا لاول مباراه يوم الجمعه ان شاء الله امام زيمبابوي في تمام الساعه 10 مساء. باذن الله كلنا نفرح بانطلاقه قويه لمنتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه، وده الهدف الاساسي لكل المصريين. ما اعتقدش ان في اي مصري عاقل يتمنى عدم فوز مصر ببطوله الامم الافريقيه، مفيش اي مصري عاقل يتمنى كده، ما ينفعش. انت بحسك الوطني ووطنيتك بشكل طبيعي وتلقائي جدا لازم هتساند المنتخب، حتى لو عندك سلبيات او عندك مشاكل شخصيه مع بعض الاشخاص سواء في المنتخب او في مش وقته خالص او في اتحاد الكره مش وقته خالص. الاهم بالنسبه لك انك تفوز بالمنتخب كمصري، ان المنتخب يفوز ببطوله الامم الافريقيه، ده الاهم بالنسبه لكل المصريين، وده اللي كلنا هنعمله من خلال مسانده قويه جدا جدا لمنتخب مصر. نتمنى ليهم كل التوفيق ان شاء الله. صلاح، تريزيجيه، حجازي، وليد سليمان، مروان محسن، طارق حامد، الونش، اي حد، كل اللاعبين كلنا بنساندهم وكلنا وراهم لحد ما يجيبوا لنا اللقب باذن الله وينضم لالقاب منتخب مصر. يلا كوره، ولسه مع اخبار المنتخب، وبتتكلم على ان اجيري بيقول ان طبيعي جدا الاخطاء في كره القدم، ومواجهتي تنزانيا وغينيا شايف ان هو مواجهتين كافيتين لكأس الأمم الأفريقية والاستعداد لهذه البطولة. دي وجهة نظر مستر أجيري، وطالما مستر أجيري قال كده يبقى هو من خلال الماتشين دول حس انه استفاد جدا سواء بدنيا او فنيا، بالتحديد فنيا. بدنيا داخل التدريبات ممكن تقدر تجيب الجانب البدني بشكل عادي جدا، لكن فنيا كان مهم قوي خلال الماتشين دول تشوف القدرات الفنيه، او مش تشوفها انت عارفها، بس تستقر على الانسب لخوض البطوله، الانسب ان هو يكون متواجد في التشكيل الاساسي لمنتخب مصر مع انطلاق البطوله. فبالتالي من خلال مباراه الامس بالتحديد شفنا يعني حاجات كويسه جدا واداء كويس جدا من منتخب مصر. في احسن من كده طبعا، في احسن من كده، ونتمنى احسن من كده بكتير، لكن باذن الله هنشوف الاحسن ده في البطوله باذن الله يعني.
والراجل بيقول ان الاخطاء طبيعيه في كره القدم، وهو اكيد بيتطرق للاخطاء اللي حصلت خلال المباراه، سواء خطا عمر جابر، خطا كان غريب جدا لكن الراجل عوضها وجاب هدف. لكن بصراحه انا عايز اتكلم معاكم بصراحه، مش قادر اتصور منتخب مصر من غير احمد فتحي. يعني بقى لي 20 سنه تقريبا بتفرج على منتخب مصر في احمد فتحي، يعني مجازا 20 سنه اعتقد، اقل من كده حاجات بسيطه يعني. صعب ان انت تتفرج على المنتخب وما تشوفش احمد فتحي بيلعب، او حتى ده مش موجود في القائمه. ده مش وقت طبعا ان احنا نتكلم على مين المفروض يبقى موجود ومين مش يبقى موجود، بس انا بتكلم بصراحه يعني ان المنتخب من غير احمد فتحي تحس ان في حاجه ناقصه. لكن ايا كان كل الموجودين قادرين ان هم يحملوا تيشيرت المنتخب وقادرين ان هم يجيبوا اللقب باذن الله. فمستر اجيري بيتكلم على الاخطاء، سواء خطا عمر جابر، الشيء بالشيء يذكر يعني، عشان كده علقت على احمد فتحي، وكمان ممكن بعض الاخطاء اللي حصلت من لاعبي وسط الملعب. الشروق ايضا وتصريح عن مستر اجيري، وبيقول ان انا استقريت خلاص بشكل نهائي على التشكيل الاساسي، وطبيعي من خلال الماتشين دول الراجل شاف الانسب اللي هيخوض او اللي هيكون متواجد في التشكيل الاساسي خلال الفتره اللي جايه وخلال بدايه البطوله. واعتقد كده ان التشكيل بان لكم كلكم لو تابعتوا الماتشين بشكل كامل، ماتشين تنزانيا وغينيا. اعتقد التشكيل الاقرب اللي انا هقوله لكم دلوقتي في حراسه المرمى محمد الشناوي. هتقول لي ليه محمد الشناوي؟ الواضح كده ان هو اللي هيبتدي اساسي، علشان امبارح لعب المباراه بشكل كامل، وصعب جدا ان انت تلعب حارس في المباراه الوديه الاخيره قبل بطوله مهمه زي بطوله الامم الافريقيه وتلعبه 90 دقيقه، وبالتالي تلاقي واحد تاني خالص هو اللي هيلعب مباراة الاولى في بطوله الامم الافريقيه. فاعتقد ان الاقرب هيكون محمد الشناوي. احمد المحمدي ظهير ايمن مفيش خلاف، هو اللاعب اللي هيكون متواجد. احمد حجازي مفيش خلاف، هيكون متواجد في التشكيل الاساسي. ايمن اشرف الاقرب بنسبه كبيره هو اللي هيكون متواجد في تشكيل المنتخب الاساسي. فيما يتعلق بقى باللاعب اللي هيجاور احمد حجازي، الكلام كتير على باهر محمدي او محمود علاء، البعض بيقول ده الانسب والبعض بيقول ده الانسب. اعتقادنا الشخصي واستنتاجاتنا احنا ان باهر محمدي هو اللي هيكون متواجد كمساك بجانب احمد حجازي. هتقول لي اشمعنى يعني؟ هقول لك عشان باهر محمدي بيقدر يجيد في مركزين مهمين جدا، وده اللي هيكون محتاجه مستر اجيري في مباريات بطوله الامم الافريقيه طبقا لرؤيتنا. ما اعرفش رؤيه الراجل ايه. انت عندك احمد المحمدي شفناه المره اللي فاتت بيكمل وبيزيد لقدام، في المقابل باهر محمدي بيجيد اللعب كمساك، رغم ان امبارح اداؤه ما كانش قوي في الحقيقه لكن مش مقياس، وبيجيد اللعب كظهير ايمن. اللي هيغطي ممكن على احمد محمدي لما يتقدم ممكن يكون باهر محمدي، عشان كده يكون الافضليه ليه. ده طبعا ما يقللش من قدرات الكبيره جدا عند محمود علاء، مدافع مميز وعمل موسم مميز جدا مع نادي الزمالك، لكن احنا بنقول لحضراتكم الاقرب. ده بالنسبه لخط الدفاع. بالنسبه لوسط الملعب الاقرب والمش اقرب دول هم اللي هيكونوا متواجدين بشكل نهائي. النني طارق حامد بقالهم سنين بيلعبوا مع بعض والاثنين مميزين قوي، والنني امبارح بالمناسبه عمل مباراه كويسه جدا. الخط الامامي بالنسبه لمنتخب مصر، محمد صلاح الموضوع مش محتاج نقاش طبعا، تريزيجيه مش محتاج نقاش ايضا، لعيب حلو قوي ولعيب كويس جدا جدا ناقصه بس اللمسه الاخيره، هيبقى عالمي في الحقيقه. وكمان عبد الله السعيد مفيش خلاف عليه، الراجل تالق بصراحه امبارح، عمل مباراه كويسه جدا عبد الله السعيد، وصنع الهدف الاول لمنتخب مصر، هدف مروان محسن الرائع. بالتالي مروان محسن هو المهاجم الاساسي منتخب مصر في التشكيل الاساسي لمستر اجيري. ده التشكيل الاقرب بنسبه 95 او 97% كمان لمنتخب مصر. طيب خلينا نروح للبوابه سبورت، وبتقول ان اجيري بيدرس المنافسين بالنسبه لمنتخب مصر في الكان والتدريب على سلبيات خطه اللحظات الاخيره. اكيد عندك زيمبابوي، عندك اوغندا، وعندك الكونغو، هتبتدي محطه محطه خطوه خطوه. هتدرس زيمبابوي بشكل جيد جدا من خلال لقطات الفيديو، من خلال مباريات الوديه الاخيره الخاصه بيهم، وهتشوف نقاط القوه والضعفه عندهم وهتحفظها للاعيبي المنتخب. لازم يحفظوها لان ما فيش اخطاء يعني هنستحملها خلال الفتره دي خالص، لان هدفنا كلنا الاول والاساسي هو فوز المنتخب بالبطوله. فبالتالي هيكون في تدريب مهم جدا على السلبيات كمان عند منتخب مصر خلال المباريات الوديه اللي ممكن كان لاحظها الجهاز الفني. الوطن سبورت بتقول ان في محاضره بالفيديو للاعبي المنتخب لشرح اخطاء وديه غينيا، وده خلاص اتكلمنا فيه وده شيء طبيعي جدا عشان يتداركوا هذه الاخطاء. الفجر الرياضي بقى بتقول ان مدرب المنتخب بياكد كابتن هاني رمزي ان كاس الامم الافريقيه لن تخرج من مصر، وده نتمناه بكل تاكيد. وبصراحه صعب ان البطوله تكون موجوده هنا في مصر ونخسرها، صعب جدا.
ان شاء الله باذن الله المنتخب يفوز بهذا اللقب. نفس الاتجاه بالنسبه لسلجادو المدرب في الجهاز الفني منتخب مصر بيقول من في الجول نطمئن او نطمئن المصريين ان احنا هنقاتل عشان نفوز ببطوله الامم الافريقيه. بس دي كانت بعض الاخبار المهمه جدا والاخبار المحليه وبالتحديد فيما يتعلق بمنتخب مصر. لكن في اخبار ثانيه، اخبار ايه بتتعلق بايه؟ بتتعلق بالكام، ببطوله الامم الافريقيه في مصر وكل المنتخبات اللي هتشارك في هذه البطوله. هنروح نشوف الاخبار دي، يلا بينا. نبتدي باليوم السابع، دي اخبار كلها متعلقه ببطوله الامم الافريقيه 2019. اليوم السابع بتقول ان منتخب انغولا بيصل القاهره للمشاركه في بطوله الامم الافريقيه. المنتخب الانغولي خلاص وصل، واحنا عندنا نجم انغولي كبير في النادي الاهلي هيشارك في هذه البطوله، وهو جيرالدو لاعب النادي الاهلي وجناح النادي الاهلي. وبيقولوا ان مطار القاهره الدولي استقبل اليوم الاثنين منتخب انغولا بصاله 4، ودي الصاله اللي مخصصه لكل المنتخبات الافريقيه اللي هتشارك في بطوله الامم الافريقيه. احنا عارفين ان منتخب انغولا متواجد في المجموعه الخامسه مع تونس ومالي وموريتانيا، والمجموعه دي هتكون مبارياتها في مدينه السويس. نروح للشروق سريعا، وبالماضي بيقول سنقاتل للتتويج باللقب الافريقي. جمال بالماضي مدرب الجزائر كشف عن اهداف منتخب بلاده في بطوله كاس الامم الافريقيه 2019، وقال كمان هدفنا في البطوله هو تجاوز مرحله المجموعات ثم القتال حتى النهايه علشان نقدر نحقق هذا اللقب، وقال ان من الضروري جدا الكفاح من اجل اللقب، وده هدف اساسي بالنسبه لنا ومهم جدا ان احنا نخش المسابقه بثقه عاليه جدا. ده كلام جمال بالماضي مدرب منتخب تونس في الجول، وبتعلق على استبعاد حمد الله. طبعا دي كانت مفاجاه من ضمن مفاجات المستبعدين من بطوله كاس الامم الافريقيه، ومدرب المغرب قال استبعاد حمد الله بيرد يعني ان الاسباب ايه، قال ان احنا بنمتلك بوطيب والنصيري وبوفال. وفعلا منتخب المغرب منتخب قوي جدا وعنده عناصر مهمه جدا، ابرزهم طبعا في خط الهجوم اللي هيعوض حمد الله هو خالد بوطيب لاعب نادي الزمالك، واللاعب الناصري، وكمان سفيان بوفال لاعب المنتخب المغربي. وقال كمان ان احنا يعني واثقين جدا من لاعبتنا دول، لكن ربما خلال اللحظات اللي جايه او الساعات اللي جايه ان حمد الله يعود لمنتخب المغربي بعد بعض المحاولات الخاصه بالاتحاد المغربي مع الجهاز الفني للمنتخب. وبالمناسبه المنتخب المغربي اخر ماتشين وديين لعبهم خسر الماتشين، فعندهم قلق كبير رغم ان عندهم امكانيات كبيره جدا كمنتخب وافراد يعني. كمان صحيفه المنتخب المغربيه قالت حمد الله في معسكر الاسود بمراكش، وهم هنا بيلمحوا ان هو ممكن ينضم للمعسكر، لكن في الحقيقه هو هيكون متواجد في المعسكر عشان ياخد الجواز السفر الخاص به حتى الان. يعني الراجل لم يعود لمنتخب المغربي حتى الان، لكن في محاولات لاعاده حمد الله لقياده هجوم المنتخب المغربي في بطوله الامم الافريقيه. اخر خبر معانا من فيتو هو خاص بمنتخب جنوب افريقيا، وباكستر يتحدث عن جاهزيه بافانا لمنافسات افريقيا. اكد ستيوارت باكستر المدير الفني منتخب جنوب افريقيا انه بيسعى بالوصول للمنتخب للادوار المقبله الهامه جدا، وقال ان احنا حلمنا ان احنا نوصل بعيد في بطوله الامم الافريقيه، وقال ان احنا انهينا معسكر اعداد في دبي وكان معسكر مناسب قوي، جاهزين بشكل كامل لخوض غمار هذه المنافسه. دي كانت بعض الاخبار المهمه جدا جدا بخصوص الكان، ودي هتكون فقره ثابته معانا خلال الفتره اللي جايه علشان نتكلم بشكل اكبر على كل ما يتعلق ببطوله الامم الافريقيه واخبار المنتخبات المشاركه في هذه البطوله. هنروح لفاصل بسرعه، بعد الفاصل هنرجع وفقره هامه جدا، فقره الضيف، وضيفنا النهارده ضيفنا العزيز الاستاذ عبد المنعم فهمي مدير تحرير مجله الاهرام الرياضي. استنونا بعد الفاصل. بينورني ويشرفني في الاستوديو استاذ عبد المنعم فهمي ناقد الرياضي الكبير ومدير تحرير مجله الاهرام الرياضي. استاذ عبد المنعم منورنا ومشرفنا. عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الدنيا ماشيه كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. عندنا كلام كتير جدا عايزين نتكلم فيه، وتحديد فيما يتعلق بمنتخب مصر، وخلاص ايام قليله جدا بتفصلنا على انطلاقه المنتخب في بطوله الامم الافريقيه. بدايه عايز اتكلم عن تقييم حضرتك واعرف تقييم حضرتك للماتشين اللي فاتوا الوديين لمنتخب مصر سواء امام تنزانيا او امام غينيا، رؤيتك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الجمله اللي لازم تتقال دايما في قبل الحديث عن منتخب وادائه قبل البطوله،
وبداية البطولة نفسها أن أنت بتلعب مباريات ودية، الهدف الأساسي منها الاستقرار على العناصر الأساسية الموجودة عندك والعناصر البديلة ومعرفة مواطن القوة والضعف في فرقتك. أزعم أن أجري استطاع أنه يوصل إلى نسبة كبيرة جدا من التشكيل اللي هو أصلا معروف. يعني خلي بال حضرتك برضو احنا في مصر وكجمهور وكنقاد وككل الاطياف متابعتهم للكوره خلتهم يقدروا يعرفوا مين اللي هيبدا التشكيل طبعاً الاساسي ومين طبعاً لا طبعاً. يعني ويعرفوا ان المباراه الوديه دي هدفها الاساسي، عارفين ان في 23 لاعب منضمين منهم 11 لاعب في دماغ اجري معروفين كويس. ولكن المفضله بتكون في مركز او اثنين او ثلاث مراكز بتكتير. يعني رجل الشارع لو سالته حضرتك دلوقتي في اي مكان تقابله فيه هيقول لك تشكيله المنتخب 1 2 3 4 5 11 لاعب والاحتياطي بتاعهم 1 2 3 4. طب ودول لا دول متاخدين عشان ربما يحتاج اليهم في اصابات لا قدر الله، مشكلات فنيه، امور تالق لاعب في مباراه واستمراره واستبعاد اخر لعدم تقديم المردود المناسب. الماتشين انا شفتهم ماتشين جماهيريين، يعني ماتشين لطمانه الجماهير كويس. ان الامور ماشيه بشكل كويس، انت حققت الهدف الاساسي من عندك وهو انك فزت في المباراتين واكدت انك انت هدفك الاساسي من المباريات الفوز. لكن التفصيلات الفنيه فيها بعض الكلام، بمعنى ان في لعيبه ظهرت بمستوى كويس جدا وفي لعيبه ظهرت بمستوى وسط وفي لعيبه ظهرت بمستوى يقول ان في كلام في مشاركتها تمام. واستبعادها او سواء حتى موجود على الدكه او غير وجودها على الدكه. انا لا اعتبر الفوز في المباريات الوديه ده مؤشر على ان الفريق سيكون جيدا في البطولات الرسميه، بدليل ان ما في مره من المرات منتخب مصر تحديدا بيلعب مباريات وديه وده كان مقياس على انه هياخد البطوله. الناس لو تستعيد للذاكره معايا بطوله 98 في بوركينا فاسو، لو شفنا ان في يعني كان كم من مباريات وديه لعبها الجوهري فعلا. كلها كانت خسائر، معظمها كانت خسائر. حتى حسام حسن في مباراه الوديه لما ما كانش بيجيب اجوان الناس انتقدته وقالت له انت ازاي تاخد حسام حسن وهو مش جاهز ومش مش قادر يجيب اهداف ومش هيكون ليه بصمه. وكمان هو كان ليه تصريح شهير جدا ان مصر هتاخد المركز ال 13. اه فعلا التركيز التصريح ده كان سبب اساسي في ايه؟ ان الاعلام يهدى شويه على لعيبه المنتخب واللي حققه المنتخب ايا ما يكن. يعني مركز 13 هو بيقول انا هاخد مركز 13، لو ال 12 يبقى مكسب، 11 مكسب لغايه ما يوصل للمراكز الاولى. والجوهري الله يرحمه فاجئ الجميع بانه حصل على البطوله فعلا. وحسام حسن اللي تم انتقاده حصل على ايه؟ افضل لاعب مع مكارسي. مع مكارسي خلي بال حضرتك الجنوب افريقيا معظم المباريات التجريبيه للمنتخب قبل البطولات المهمه جدا كان بيحصل فيها خسائر وكان بيحصل فيها تعادلات وكان بيحصل فيها اداء غير مقنع. لكن في النهايه جيل حسن شحاته 2006 نفس الحكايه 2008 2010 المقياس الحقيقي ان اللاعب بيظهر بشكله الحقيقي والستايل بتاعه انه في جمهور وفي مباراه رسميه، عارف ان الفرصه لما تضيع هيحصل فيه مشكله، عارف ان الفرصه دي يعني دي لازم يجيبها دي لازم. فالامور مختلفه في المباراه الوديه على المباراه الرسميه، وهذا يؤكد ان المباراتين كانوا لطمانه الجماهير. لكن اللي في عقل اجري موجود في عقله زي ما هو، احنا عارفين هو ليه دماغ معينه. يعني لو حبينا نتكلم في تفاصيل عن التشكيل هقول لك على العناصر الاساسيه. مباراتين مهمتين لطمانه الجماهير مع التحفظ على ظهور بعض اللاعبين بمستوى غير جيد، التحفظ على بعض على الطريقه نفسها. تلعب انت تلعب مدافع في نص الملعب ثلاثة ولا اثنين ولا تلعب ايه بالظبط؟ فالامور لسه في طور التجربه. يعني حضرتك دلوقتي وانت بتكلمني هتلاقيهم قاعدين مع بعض بيتكلموا في القصه هنلعب أكيد. ايه؟ لان خلي بالك حضرتك عندنا قصور دفاعي، عندنا في مشكلات دفاعيه. الهدف اللي جه امبارح الهدف من وراء عمر جابر او غلطه عمر جابر، ما فيش عمق عندك في في الامور الدفاعيه، عندك في مشاكل. الامور الهجوميه برضه عندك مشاكل. مشاركه محمد صلاح غير مشاركه مثلا وليد سليمان. فكل الامور محتاجه بعض الجلسات الفنيه اللي هي والرتوش الأساسية اللي هتحسم التشكيل نهائي المنتخب مصر. تمام.
ابرز السلبيات وابرز الايجابيات اللي حضرتك لاحظتها خلال الماتشين وخلال فتره الاعداد بالنسبه لمنتخب مصر؟ هل الفتره دي والماتشين دول كافيين لمنتخب مصر بامكانيات الفرقتين اللي انت لعبتهم في الاستعداد لبطوله مهمه زي بطوله الامم الافريقيه؟ ما هو خلي بالك برضو ان لو رجعنا بالذاكره لورا هنلاقي ان في المرات المره اللي فاتت اللي كانت مع هيكتور كوبر مصر لعبت على ما اتذكر ماتش واحد بس كان مع تونس ومرات سابقه كان ماتشين برضو كتر المباريات مهم لكن طبعا. اهم حاجه انا استفيد من المتاح. انت عارف طبعا مشكلتي الدوري مستمر مش مستمر هتلعب دلوقتي مش دلوقتي ده برضو حكم شويه انك انت المعسكر ما يكونش بالوقت الطويل فالمعسكر حتى لو كان مباراتين بس حتى لو كان 15 يوم اهم حاجه انا طلعت منه بايه يعني خلينا دلوقتي على الارض بالزبط. الارض قدامي بتقول او الواقع بيقول قدامي ان مباراتين حصل فيهم اهم الايجابيات الفوز وده شيء معنوي حلو. اتنين جربت فيه عندي كل العناصر المتاحه اللي عندي ال 23 لاعب معظم اللعيبه لعبت سواء في الدفاع في مراكز الدفاع في مراكز حراسه المرمى مراكز الوسط مراكز الهجوم يبقى انت جربت كل اللعيبه بتاعتك عرفت من خلال المباراتين دول عندك السلبيات اللي مثلا الدفاعيه عندك في سلبيات دفاعيه اتاكدت مثلا وعرفت هل ينفع باهر المحمدي مثلا جنب احمد حجازي ولا محمود علاء جنب مثلا احمد حجازي ما هو احمد حجازي حجز مكانه في المدافعين فالمشكله في اللي جنبه هل هو باهر ولا محمود علاء ولا محمود حمد الونش محمود حمد الونش امبارح عمل مباراه كويسه جدا طبعا. تمام لكن في دماغ اجري ومساعديه في ترتيب واولويات لان خلي بال حضرتك برضو احنا مشكلتنا ان احنا يعني مثلا كمشجعين مثلا او كجمهور او كنقاد يقول لك لا انا عندي محمود علاء يلعب جنب مين؟ يلعب جنب احمد حجازي، طب ما انت لو بصيت هتلاقي محمود علاء طريقه لعبه تشبه كثيرا طريقه لعب احمد حجازي، والاثنين بيحاولوا يطلعوا قدام، الاثنين بيحاولوا في الضربات الركنيه مثلا او في الالعاب الثابته بيكون ليهم وجود، فبالتالي انت عندك في ثغره ورا، في ازمه عندك في الدفاع، فانت تلعب بواحد تختلف طريقه اداؤه عن اللي جنبه بحيث ان الثاني يكمل الاولاني ويحصل فيه هارمو بين الاثنين ويستطيع القصه. عندك ناحيه الشمال عندك برضو اظهرت ان دلوقتي انت لعبت بايمن اشرف باك شمال ولعبت باحمد ايمن اشرف انا نفسي اعرف انت واخده باك شمال ولا واخده سرد باك ولا واخده ايه بالظبط؟ لو واخده باك شمال طب هو بقاله سنتين بيلعب مع النادي الاهلي ما بيلعبهاش اكيد تحفيظ او اعاده تحفيظ او اعاده فرمات الدماغ ايمن اشرف محتاج اكيد مباراه واثنين وثلاثه واربعه فانت جربته في مباراه واحده بس اديت الفرصه لي واديت الفرصه لاحمد ايمن منصور فبالتالي انت عندك هنا ايه ازمه في تسكين بعض اللاعبين وده اللي هيخليك ان التشكيل الاساسي اللي ناس حطت 11 واحد فيه في بعض المراكز اللي انت حتى هذه اللحظه لم يتم حسمها في مشكله ثانيه محمد صلاح لا يدافع طب قبل ما نروح لمحمد صلاح اتفضل حضرتك خليتني اسالك او هتخليني اسالك سؤال مهم قوي وهو فيما يتعلق بايمن اشرف هل ممكن نتفاجئ نلاقي ايمن اشرف بيلعب جنب احمد حجازي كمساك بس هو ما جربش ده في المباريات ما هو خلي بال حضرتك هو يعني هو بيفاجئنا مثلا ولا ممكن ما فيش مشكله خالص بس خلي بالك من حاجه هو يعني من خلال قراءتك لمشوار اجري مع المنتخب واختياراته اللاعبين هو مقتنع جدا بباهر المحمدي فعلا وطالما خد باهر المحمدي باهر المحمدي هيلعب لان باهر المحمدي خلي بالك كمان عنده حته التقل شويه في الملعب عنده وقدره انه برضه جاب هدف في تونس وخد ثقه فبالتالي انا وجهه نظري الشخصيه اللي انا من خلال رؤيتي ان هو هيكون بجوار احمد حجازي في المكان ده طبعا. في الناحيه اليسرى بقى دي اللي هي عليها المفضله ايمن اشرف يلعب هيلعب احمد ايمن منصور أيمن في المفضله بين الاثنين لا لسه برضو مش محسومه وجهه نظر انا لسه مش محسومه لان خلي بالك احمد ايمن منصور عنده بيلعب في المركز ده بقاله كتير وخلي بالك واحمد ايمن منصور برضه بيلعب في مركز الدفاع برضه خلي بالك مع بيراميدز كان بيلعب مساك على فكره فالامور دي يعني بتخلينا نقول ان لسه في كلام في التشكيل لسه في جلسات مستمره لسه في اعداد فنيه بين الجهاز الفني المنتخب مصر محمد صلاح لا يدافع زي ما قلت لحضرتك اخر حاجه فبالتالي اللي هيلعب تحت محمد صلاح عليه واجبات دفاعيه عندك طارق حامد لازم يغطي على محمد طبعا. صلاح الناحيه برضه عمر جابر يركز التركيز ده والنهارده في تصريحات طالعه في اكتر من مكان بيقول لك نحن
لن نراقب محمد صلاح فقط، لأن محمد صلاح ربما تأتي اللدغة من لاعب غيره. تصريح مهم جدا من منافسي منتخب مصر، وتحديدا من أحد لاعبي زيمبابوي، وده يؤكد إن الوعي اللي حاصل عند المنتخبات الافريقيه مش زي زمان، مش لعب العشوائي، لا الامور اختلفت خالص، الامور اصبحت في وعي تكتيكي، في مديرين فنيين اصبحوا بيقودوا فرق القاره السمراء، ما فيش فارق ما بين مدرب كبير ومنتخب صغير، ذابت الفروقات بشكل كبير، وده اللي يخلي ان البطوله دي هتكون مختلفه عن كل البطولات السابقه. 24 منتخب، يعني المنافسه هتكون في حوالي او في 8 فرق زياده، فالمنافسه هتكون اقوى، مباريات هتكون اقوى، عدد المباريات هيكون اكتر، فده بيخليك تنتظر مباريات مهمه، مباريات رائعه، وحمل ثقيل على منتخب مصر. منتخب مصر ليس بالسهوله ان يصل الى منصات التتويج الا اذا تعب جدا طبعاً وعانى جدا، لان برضو خلي بالك الدنيا دلوقتي اتغيرت خالص. البطوله زمان كانت بتتلعب في شهر يناير، كان في نجوم ما بيجوش مع فرقهم لانه كانت بتحصل مشكلات ما بين الانديه، فعلا الانديه الاوروبيه تعديل موعد البطوله، الانديه الاوروبيه والمنتخبات. دلوقتي حصل تم تلاشي هذا الامر، واصبحت العلاقه جيده ما بين الانديه صح. وبين الاتحادات الافريقيه، فبالتالي كل النجوم موجودين الا اذا حدثت بعض الامور اللي حصلت مع لاعب الجزائر، وحصلت مع طبعا اللاعب المغربي حمد الله بيقولوا انه احتمال يرجع تاني، في كلام لسه، لكن ده يؤكد ان البطوله لن تكون بطوله عاديه، هتكون بطوله استثنائيه، لان الفرق كلها عندها طموحات انها تعمل شغل كويس جدا. مروان محسن رايك في ايه؟ مروان محسن مهاجم جيد، ومهاجم قادر على تطوير نفسه في المباراة نفسها وإعطاء الانطباع عنه أنه يحاول ويسعى جاهدا، لكن دي رؤية الشخصية. أنا شايف أنه هو يعني هيكون هو وأحمد علي في منافسة ما بينهم على احتلال كوكا بعيد، كوكا بعيد، إنما الأقرب للمنافسة هم الاثنين، أحمد علي ومروان محسن. بس اللي بيعضد شوية وجود احمد علي انه رجله في الملعب، بمعنى انه بيلعب مع المقاولين وهداف الدوري المصري، وخلي بال حضرتك الناس اللي ما تعرفوش انه هو كان بيلعب مع منتخب، وهو امبارح كان المفروض يكون كابتن الفريق لان هو لعب قبل محمد صلاح، لكن هو طبعا مش لا ينضم كثيرا الى منتخب مصر، لكن هو حاليا عنصر فعال وعنصر جيد. لو بصيت المباراه الاولانيه هتلاقيه كان هو عنصر الهجوم الفعال، واستطاع ان يكون ملك منطقه جزاء. الهدف اللي جابه امبارح مروان محسن يبني عليه وممكن يخليه في منافسه، لكن ضمان مكانه لا، هيلاقي فيه صعوبه في ضمان مكانه في مركز راس الحرب. لكن تألقكم امبارح الملفت ما يدوش افضليه عن احمد علي في ان هو يكون الاساسي مع منتخب مصر في البطوله؟ ما انا زي ما قلت لحضرتك هم برضو بيبصوا لها انه احمد علي، ما انت احمد علي برضو انت واخده ليه؟ هداف الدوري، هداف الدوري، وكمان مش مهاجم مجرد انه هداف الدوري، ما هو في لعيبه كتير جدا جايبه اهداف كتير في الدوري، في الحقيقة لكن هو مهاجم عنده وعي تكتيكي وعنده نضج غير طبيعي. الهدف حتى اللي جابه امبارح برضه يؤكد لك ان هو صاحي في منطقه الجزاء، ما ممكن واحد واقف مش متابع مستني الكوره بيتفرج عليها، لكن لا متابع ودماغه حاضره. ولو بصيت الماتش الاولاني بتاع تنزانيا، 4 فرص من الكرات ثابته تعامل معاها بشكل جيد، ولكن الخانه التوفيق في انه لا يحرز اهداف. تمام، فده يخلينا نقول ان المنافسه هتكون ما بين الاثنين، المنافسه مهمه، المنافسه مهمه جدا واحنا عايزينها بصراحه. وخلي بال حضرتك برضو احنا نقول ان مروان بعيد عن النادي الاهلي، ولكنه قريب في المنتخب، بمعنى ان هو اكثر مشاركه مع منتخب مصر في الايام الاخيره اكثر من احمد علي، وده اللي يديله افضليه في انه افضل من ناحيه الخبرات الدوليه. لكن احمد علي الموسم ده مقدم موسم رائع، وده برضو هاكد عليها انه احمد علي مروان محسن الاثنين هيكونوا في تنافس شديد جدا كويس على مركز راس الحربة. دي حاجه كويسه في صالح منتخب مصر. انما كوكا بعيد شويه، الا بقى لو فوجئنا انه هيلعب صعب صعب صعب. هو فعلا يا مروان يا احمد علي بالزبط. واعتقد الاقرب كمان مروان محسن. بالتحديد عايز اتكلم على جزئيه الشاره، شاره الكابتن اللي يمكن لبسها امبارح محمد صلاح رغم وجود اقدميه سواء لاحمد علي، ده له احمد علي يعني او محمد النني، فالموضوع متعلق اعتقد بمباراه الامس بس، لكن فيما بعد الاقدم هو اللي هيكون كابتن منتخب مصر، والاقدم في صفوف المنتخب هو
احمد المحمدي لو لعب اساسي وهو الاقرب، وبعد كده احمد علي، وبعد كده النني، وبعد كده محمد صلاح، لان محمد صلاح رقم 6 سيراليون 2012 وليد سليمان قبليهم، خلي بالك وليد سليمان تمام، بس وليد سليمان فرصه برضه قليله شويه عشان وجود محمد صلاح طبعا ده طبيعي مع يعني. مع التاكيد على 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 ان وليد سليمان اهميته طبعا يحاول وبيحاول وبيسعى ان هو يكون له دور كبير مع المنتخب، لانه انا ما اعرفش المنتخب ظلم كثيرا وليد سليمان بعدم الاستعانه به في الفترات السابقه، برغم انه كان في افضل حالاته في الموسم اللي فات قبل الاصابه، وده اللي خلاه يتخذ قرار باعتزال قبل العوده فيه وان يكون احد العناصر الاساسيه الموجوده حاليا. اذا خلينا نتوقع تشكيل المنتخب مصر من وجهه نظر حضرتك، شايف التشكيل ممكن يكون مين في اول مباراه المنتخب امام زيمبابوي؟ توقعات ان شاء الله، بس ما تقولش ان دي معلومات، حتى لو في معلومات، المعلومات المتوفره قدامنا كلنا المعلومات الاساسيه اللي الناس تعرفها، اللي يعني صلاح طبعا مستحيل هيقعد احتياطي، ادي حاجه طبعًا. احمد حجازي لا، الناحيه اليمنى لا كلام، خلينا سيبنا في حارس المرمى دلوقتي، لا كلام ولا خلاف. هسيب الاخر يعني ماشي اوكي. لا مش سسبنس ولا حاجه، لانه في ناس بتميل الى محمد الشناوي وناس تميل الى احمد الشناوي. الاقرب من وجهه نظري، الاقرب من وجهه نظري انا بقول ان احمد الشناوي. لان في ناس ممكن تقول لك لا كلامك مش صحيح، طبعا ما فيش ازمه خالص، لان برضه في النهايه انا دي وجهه النظر اللي انا قراتها من خلال تصريحات بعض الاعضاء الجهاز الفني وبعض الحديث من خلال مع بعض المصادر، اللي فيه تفضيل لاحمد الشناوي لعده اعتبارات، منها ان هو اكثر خبره في المباريات الدوليه، مع برضه الاكثر خبره دي بتواجهها بعض الامور المعيبه بالنسبه لاحمد الشناوي، ان هو برضه الناحيه الجماهيريه احيانا، فاكر انت لما كان لاعب اساسي في الدوره اللي فاتت واصيب وخرج احمد الشناوي. فخلينا بس في مركز حارس المرمى في كلام كتير، في احسن من كاس عالم، انا بقول لك انا سيبني سيب حارس المرمى لانه فيه كلام. احمد محمدي انا شايف انا هكتب التشكيل بتاعك معاك، احمد الشناوي سيبك حارس المرمى هنجيلك في الاخر أوكي. احمد المحمدي شايف احمد محمدي بيقدم افضل مبارياته او اداء، مش مباريات، افضل اداء مع المنتخب، ونضج غير طبيعي، هو منضم كثيرا للمنتخب وعمل مباريات كثيره جدا بالظبط، لكن احمد محمدي بتحس في ثقل عنده، بتحس في خبره عنده، استفاد من الدوري الانجليزي، استفاد حتى شخصيته نفسها، في عنده دلوقتي في رزانه، في حنكه، في تصريحاته عاقله، بيستطيع ان يتواجد في الاماكن المهمه. خلي بالك انا شفت ماتش تنزانيا كان طاير جناح، انا شايفه جناح في طول الماتشات، وده ياكد انه جاب الهدف بوعي تكتيكي وتواجد في منطقه الجزاء واستلم، وخلي بالك اللي رفع له الكره الباك الشمال وهو الباك اليمين، فده كان لعبه من الجناحين او الباكين، وده اللي خلى احمد المحمدي نشوفه بالمظهر ده. احمد المحمدي رقم واحد كويس تمام، احمد المحمدي ظهير ايمن، ايوه احمد حجازي جنبه، احمد حجازي تمام اكيد، باهر المحمدي تمام، باك الشمال عليه كلام، بس وجهة نظرك وجهة نظري انا الاقرب هيكون طبعا ايمن اشرف. نص الملعب لا خلاف على طارق حامد، ده أكيد اساسي، لازم طارق حامد، هو دلوقتي المفاجاه ممكن تحصل، هل دونجا اللي يلعب ولا لعيب حلو قوي دونجا بصراحة. دونجا ولا النني لعيب جامد جدا، بص دونجا. العقلاء واللي يعني بيقولوا انه الافيد للمنتخب حاليا هو دونجا، العقلاء والافيد المنتخب دونجا، انما الاسم بقى النني وارسنال والكلام ده هيكون محمد النني. لعب ماتش حلو امبارح برضه بصراحه، وبرضه عنده خبرات، بص على دونجا، بص على دونجا، بخلاف دونجا ما عندوش خبرات مع منتخب مصر، بس في لعيب ما عندوش خبرات بس يقدر يعوض الخبرات باداء داخل الملعب ويكتسب الخبرات من خلال المباريات اللي بيلعبها. انا دونجا بحس انه لعيب دولي بقاله كتير بيلعب بوعي تكتيكي، وعنده تسديدات رائعه، ورجله حلو على الجون، وبيعرف يسدد من زوايا معينه، وعنده الوعي غير طبيعي. فانا عن نفسي لو انا برشح هرشح دونجا مع الاحترام الكامل طارق حامد، ما فيش خلاف عليه، لا خلاف عليه تمام. عبد الله السعيد طبعا ما فيش خلاف برضو عليه برضو، واحنا الخط اللي جاي ده برضو لا خلاف على محمد صلاح، الناحيه اليمنى والناحيه اليسرى عندنا طبعا تريزيجيه، المشكله بقى دلوقتي عندنا في خلي بالك هم الثلاث مراكز اللي هم عليهم الازمات. المركز الاولاني حراسه المرمى مش ازمات، عليه خلافات. المركز الثاني اللي هو زي ما اتكلمنا حضرتك الظهير الايسر والمهاجم كويس، اتكلمنا طبعا في كل العناصر دي ما عدا العنصر الاخير اللي هو عنصر ايه اللي هو عنصر المهاجم اتكلمنا فيه، احنا اتكلمنا وفصلنا مين الموضوع، مين طب اللي هيبقى مهاجم؟
هو مروان بنسبه 60%, 60 و40% احمد علي, برغم ان انا ميال لاحمد علي بصراحه. تمام. انا ميال لاحمد علي لانه احمد علي مختلف عن كل المرات, بيحاول كثيرا وهداف ورجله في الملعب وهداف الدوري المصري, من الطبيعي انه يكون هو راس حربه منتخب مصر لانه متالق, يعني حكايه مش هداف بس. وحسام باولو جاب هدف كتير, كهربا جاب هدف كتير, لكن احمد علي هداف ورجله في الملعب وقادر ان هو يقود المنتخب بما قدمه في المباراتين اللي فاتت. تمام. لكن الاقرب مروان. بالظبط. الاقرب مروان, وهو في الغالب مروان ولا يكون مهاجم منتخب مصر. بالنسبه لحراسه المرمى, امبارح الشناوي لعب المباراه كامله. حلو. طيب الماتش اللي فات 45 و45. بالظبط. فده ناس بتقرا دي, احمد الشناوي وجنش, ناس بتقرا دي ان ايه, ان كده ايه ترتبت يا جماعه 90 دقيقه هو اللي هيلعب, 45 دقيقه احتياطي, 45 الحارس الثالث. ده ناس بتقرا كده. كويس. لكن في عقل احمد ناجي الامر مختلف تماما. هو مقتنع اقتناع كبير جدا بان المنافسه الكبيره ما بين احمد الشناوي ومحمد الشناوي. طيب دلوقتي مين الحارس الاساسي لمنتخب مصر في الفترات الاخيره؟ مين؟ ما هو محمد الشناوي, لعب كاس عالم واحسن لاعب في مباراه اوروجواي وعمل مباراه اسطوريه ورائعه جدا, لكن مبارياته مع النادي الاهلي الاخيره فيها بعض الاخطاء اللي فعلا هي فعلا اللي هي في الكرات العرضيه, الخروج الخاطئ, وبعض الاحيان تكلفه يعني التسبب في بعض الاخطاء الهفوات اللي خلت الاهلي يعني تجيله ضده ضربه جزاء او ضربتين جزاء. الحته دي هي المعايب اللي موجوده في محمد الشناوي. المعايب العيوب اللي في احمد الشناوي زي ما قلت لحضرتك, اللي هو انه التعامل مع المباريات الجماهيريه, التعامل مع الماتشات الكبرى دي ضغط, برغم ان هو احمد الشناوي لعب اكتر من احمد الشناوي مباريات دوليه. خلي بالك حضرتك, اكتر من محمد بكتير بكتير, لانه محمد الشناوي لما كان في بتروجيت كان هو الحارس الثاني او الثالث الثالث في منتخب مصر. لكن الدنيا دوره زي ما انت عارف. بس محمد الشناوي عمل مباراه كويسه برده امبارح بصراحه. ما هو انا قلت لحضرتك المنافسه ما بين, انا قلت لك على الكواليس, وقلت لك على وجهه النظر, وقلت لك على اللي حصل في المباريات, وانت بقى في النهايه انت وجهه نظرك انت هتختلف عن وجهه نظري انا, عن وجهه نظر طبعا اكيد عن وجهه نظر المشاهدين, كل واحد ممكن يتفق معايا او يختلف معايا, لكن في النهايه احنا بنقول ده ونقول ده, وفي النهايه احمد ناجي ليه كلمته الاساسيه. احمد ناجي ولا اجري؟ ما هو جاب احمد ناجي طبعا ليه الكلمه, بس الكلمه الاساسيه في الحراس لاحمد ناجي, لكن في النهايه الكلمه النهائيه لاجري. لانه ممكن يكون عنده قناعات مختلفه عن كابتن احمد ناجي, لكن كابتن احمد ناجي اكيد بيقول له. وخلي بالك الاثنين فيه مميزات وفيه عيوب, وتلاقي العيوب طبعا تلاقي العيوب يعني. تلاقي العيوب اللي هنا تتساوى مع هنا, والمميزات اللي هنا غير اللي هنا. وتلاقي طبعا يعني احمد الشناوي يعني هو متضرر من قصه ان هو بيلعب, اصيب في المباراه اللي فاتت وخرج بالبطوله, وده طبعا اصابه قدريه وكل حاجه طبعا. لكن محمد الشناوي زي ما قلت لك رجله في الملعب وموجود في الملعب بقاله كتير, ولعب مع النادي الاهلي ماتشات افريقيه, لعب بطولتين مع النادي الاهلي. مين حارس مرمى منتخب مصر من وجهه نظرك؟ من وجهه نظري لا صعب, انا شايف انه صعب. بس طبعًا. بس في النهايه اقول لك, في النهايه المفاضله هتحصل في ما بين بعض الامور. ممكن محمد الشناوي على اعتبار انه خد برضه مباراه كامله يبقى محمد الشناوي. محمد الشناوي حتى لو بنسبه قليله شويه عن احمد الشناوي. بالظبط. لكن هو لعب مباراه كامله امبارح, والمباراه الكامله دي ممكن تؤكد لنا احنا برضه لينا اللي قدامنا. اكيد لما بيحكم اللي قدامنا هو هيكون الحارس الاساسي بنسبه برضه نسبه 60 ل 40%. طيب ده فيما يتعلق بمنتخب مصر, لكن فيما يتعلق بالمنتخبات الاخرى اللي هتشارك. وخلي بالك برضو انت في احتياطي, برضو انت لازم تتكلم في الامور الثانيه, الامور الاحتياطي. انت عندك دلوقتي 11 لاعب, خلي بالك المفاضلات دي بنوصل من خلالها لحاجه مهمه جدا. ان عندك انت كده الاحتياطي موجود, بمعنى يعني انت عندك دلوقتي انت بتفاضل بين 62 و40 اللي هو احمد الشناوي ولا محمد الشناوي. حضرتك فضلت في كام؟ يبقى عندك ماشي. ما انت لو لعبت احمد الشناوي هيكون عندك مين احتياطي؟ محمد الشناوي. ده حارس كفء جدا. يبقى عندك ضمنت احتياطي رائع في هذا المكان. طب احمد ايمن منصور ولا ايمن اشرف؟ ايمن اشرف لعب, عندك احتياطي رائع جدا, وعندك كمان بيمتاز بالقوه. احمد ايمن منصور خلي بالك بيمتاز بالقوه طبعًا الشديده طبعًا. بس تمام. مع الاختلاف في الواجبات هتكون ايه؟ ما انت لو عايز واحد بواجبات هجوميه, لا ايمن اشرف ولا احمد ايمن منصور هيفيدوك في الحته دي. بالظبط. دي جزئيه اخرى وجانب اخر ممكن البعض ما يكونش واخد باله منه. في جزئيه كمان بخصوص دكه البدلاء, من هو بديل تريزيجيه؟ هتقول لي عمرو ورده. عمرو ورده مركزه الاساسي بديل لعبد الله السعيد, يعني بالزبط. بيلعب كبلاي ميكر. فيعني في دي امور كلها متروكه للجهاز الفني, ومش وقت الحديث. اهم حاجه من ده كله توفيق اللاعبين يا رب داخل ارض الملعب, ده الأهم. والقدره على انك انت
تكون تاخد زمام المبادره. خلي بالك الفرق الافريقيه او المنتخبات الافريقيه اذا لم تاخذ زمام المبادره وتستطيع احراز هدف فان الصعوبه تكون كبيره طبعًا في انك انت للتعويض لا قدر الله اذا حصل ودخل فيك هدف، لانه خلي بالك انت بتلعب على ملعبك وسط جمهورك جماهيريه كبيره طبعا كده. اخيرا سريعا، المنتخبات اللي انت بترشحها توصل لادوار بعيده في بطوله الامم الافريقيه؟ بص انا شايف ان البطوله دي زي ما قلت لك في البدايه بطوله مختلفه تماما. بطوله بتعتمد على الاسماء وعلى التاريخ. لو اسماء، عندك اسماء كتيره جدا موجوده، عندك لو في التاريخ الكاميرون، السنغال، نيجيريا، غانا، المغرب، تونس، لا كل بص بطوله صعبه جدا، صعب التوقع مين هيوصل للمباراه النهائيه، لان ده بياكد لك ان المنتخبات كلها مستعده وجاهزه. التوقعات، لعبه التوقعات دي لما نشوف الدور الاولاني اول مباراه ثاني مباراه، لان احنا بنتكلم على الورق. متفائل منتخب مصر؟ متفائل، بس زي ما قلت لك بعض التحفظات اللي احنا اتكلمنا فيها مهمه جدا علشان خاطر ناخدوا بالنا منها او بالهم منها، لان ده مهم جدا. انت بتلعب بطوله هتحسب لك انك انت هتاخد بطوله على طبعًا على ارض طبعًا مصر طبعًا. 24 فريق، كل النجوم موجودين، لو خدتها هتكون مختلف عن كل البطولات اللي فاتت. استاذ عبد المنعم فهمي، مدير تحرير مجله الاهرام الرياضي، نورتني وشرفتني، كنت مبسوط جدا طبعا حضرتك معانا. انا كنت مبسوط جدا، ربنا يخليك، شكرا جزيلا. دي كانت فقرتنا الثانيه من حلقه كلام في الميديا النهارده، بكره ان شاء الله حلقه جديده غايه في الاهميه من نفس البرنامج ان شاء الله باذن الله في تمام الساعه 6 مساء. استنونا بكره ان شاء الله وحلقه جديده من كلام في الميديا. الى اللقاء.